أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعم بلاده لوحدة العراق، مشددا على استعداد بلاده للدخول في وساطة بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة. لا، كما ذكرت قبل الاستفتاء، نحن نريد وحدة العراق واستقرار العراق وسلامة أراضيه ودولة قوية، وبالتالي لابد في الأسابيع المقبلة وفي الشهور المقبلة لابد من إقامة حوار يحترم وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيها. ونحن ننادي لكي يكون هناك في إطار الدستور العراقي وتحت سقف الدستور العراقي اعتراف بالحقوق الأكراد.